ما علامة رضاء الله سبحانه وتعالى من سخطه ونحن في الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن الله سبحانه وتعالى يرضى بالطاعة ويغضب للمعصية، يرضى عن عباده المؤمنين ويغضب على أعدائه من الكفار والمنافقين والعصاة والمذنبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكثير من الآيات القرآنية فيها ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويبغض الكافرين والمنافقين، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرضى لعباده الإيمان والتوحيد والطاعة، لأن في هذا صلاحهم وسعادتهم، ويغضب على العصاة والكفار والمنافقين ويبغض الكفر والنفاق، لأن في هذا مضرة على العباد. أو سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يحب لهم ما ينفعهم ويكره لهم ما يضرهم. وعلامات، ومن علامات رضا الله عن العبد توفيقه للعمل الصالح، ومن علامات رضا الله عن عبده أن يوفقه للعمل الصالح وأن يشرح صدره للإسلام. ومن علامات غضب الله على عبده إعراضه عن طاعة الله عز وجل وحرمانه من العبادة ووقوعه في المعاصي. هذا من أعظم العلامات على رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده وغضبه على عبده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.